التحكيم الإنجليزي في كأس العالم الماضي شهد يعني لسه الكرات في أرضية الملعب. هذا الجانب كان نادي تورينو بيقوم بعملية الإحماء. لسه الكرات في أرضية الملعب والكل ينتظر. فان دايك لاعب خط الظهر اللي أعاد التوازن كثيرا لخط ظهر النادي ليفربول. ملعب الكوب، ملعب الأنفيلد بمدرجات الكوب الخلفية اللي أمامنا. جماهير تورينو متواجدة. مايكل أوليفر قاضي هذا اللقاء، في لقاء نقدر نقول عليه فيه حسابات كثيرة جدا بعد غياب كوتينيو ورحيله لنادي برشلونة. وأول تمريرة في أقصى الجانب الأيمن تماما باستلام بشكل هادئ وممتاز جدا. سيلفستري تتلعب الكورة وترجع كورة، بيخش المباراة بشكل هادئ مش مستعجلين، ولكن عرضية الآن لصلاح تفوت من أمامه. أول كورة تفوت وتعدي من محمد صلاح، قريبة جدا. هذا الملعب لم يشهد أي هزيمة لنادي ليفربول في الدوري. بتلعب الكرة قصيرة، محمد صلاح واحدة والتانية، البحث عن العرضية ولكن ترجع ميسو بتلف يمين وشمال، عارف هو واقف فين كويس جدا. واحد صوت التانية والتالتة وصلاح وتمريرة، ولكن هنا ده اللي بيميز التلاتة دول، فيرمينيو وصلاح وماني. التلاتة بيتحركوا بشكل جيد من لمسة من التانية. ماني عارف تماما إن الكرة ممكن تكون قريبة من على الأنفيلد، لم يتذوق طعم الهزيمة وهو النادي الوحيد في الكرة. نادي ليفربول الآن يعرض لهجمة ولكن التسلل متواجد. نادي ليفربول سبع مواسم استطاع أن ينهي. صلاح ماني يستلم كرته، ماني سيدو ماني 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 بالقدم اليمنى على الرغم من سقوط ماني في اللقطة الأخيرة، ولكنه حافظ على الكرة وسدد الكرة بالقدم اليمنى. شوف هنا الضغط، يعني ما حدش يغلط أبدا أمام الثلاثة دول، لا ماني ولا فيرمينيو ولا صلاح. كان ممكن يلعب الكرة بقدم اليسرى في الوسط الجديد، والتسديد وبرة، والتسديد وبرة. أول ظهور فابيانو يسدد الكرة، كان ممكن يقترب من اللقطة الماضية باصة والتانية والتالتة، ولكن ألكساندر راجع وعامل الواجب. صلاح وسط ثلاثة، صلاح صلاح صلاح، التمريرة فيرمينيو 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 فيرمينيو، وأولى الأهداف من فيرمينيو، وأولى الأهداف من فيرمينيو. تعود الشباك لتهتز مرة أخرى على ملعب نادي الأنفيلد. محمد صلاح قطع الملعب بالعرض، وفيرمينيو استلام ووضع كرة بكل هدوء. كلوب صامت تماما، هادئ جدا. فيرمينيو النجم البرازيلي تعامل مع الكرة بشكل ممتاز جدا. استلام بدوران، صلاح قطع الملعب بالعرض بشكل جيد جدا. فيرمينيو يشوف الاستلام وعكس اللعب، تصطدم الكرة في المدافع، والهدف الأول لنادي ليفربول. محمد صلاح ماني يستلم كورته، ماني 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 يبحث على عرضية على الأرض ملعوبة. تلعب الكرة ألكساندر على القائم القريب، استطاع أن يفوز في 19 مرة، وادي مرة أخرى بهدف جديد بهدف جديد بهدف جديد. نعم فاينال داون يأتي بهدف جديد الآن. الأهداف تأتي بكل أريحية لنادي ليفربول، كل واقف بشكل ممتاز جدا. فاينال دوم جاي من وراء الثلاث مهاجمين بشكل ممتاز جدا. محمد صلاح واقف، عمل الأوفرلاب من وراء وتحرك بشكل ممتاز جدا. استلام بهدوء بتمرير، صلاح واقف مع نفسه بشكل جيد، اثنين واقفين قريبين منه، ساب المسافة. ماني ماني وسط ثلاثة، ماني يفوت ويعدي ماني، والعرضية على الأرض ماني 80%. محمد صلاح، صلاح وسط اثنين، تمريرة كان عايز يضحى وسط اثنين ولكن عيد كرة من جديد. كيتا كيتا نابي كيتا بصوا الثانية، كيتا من جديد، كان ممكن كيتا أخيرة. محاولة فالكي للاقتراب ولكن ترجع كرة من جديد، والعرضية وهدف. نعم بيلوتي أحد أفضل الهدافين في تاريخ نادي تورينو يتواجد في أحداث هذا اللقاء، يتواجد بهدف. أليسون هل يلام؟ أول مباراة له على أرضية الأنفيلد، أول مرة تهتز شباكه على أرضية الأنفيلد، ولكن يعني في قانون يدخل مرمى 39 هدف، دخل مرمى 26، ولذلك كثير من المشكلات في خط الظهر.
تمريرة طولية، فيرمين يشوف هنا اتحرك بشكل جيد ازاي، باصة والتانية، ولكن كيتا في 2015 احرز هدف، هدف التعديل بعدما اتى كبديل. والمباراة زيادة كله بينفذ التعليمات على قد اللقاء، الضغط متواجد بالقد، محاولات لتنفيذ جمل معينة، البحث عن التمركز، مفيش في لعب مختلف. والان صلاح ياتي بشيء مختلف، صلاح يدخل داخل حدود منطقة الجزاء ولكن مفقودة الكرة. محاولة اختراق جديدة من محمد صلاح في انتظار الكرة الأخيرة، وتسديدة سيئة جدا من الكسندر، وبدنية كبيرة تطع كرة مورينو، مورينو مورينو، العرضية من مورينو على القائم البعيد، وصلاح في آخر ربع ساعة من أحداث الشوط الأول. نادي ليفربول، محمد صلاح باصة والتانية، الله تفوت وتعدي الكرة الأخيرة، محاولة تسديد، وقادر ينجز بشكل جيد جدا دفاعيا. محاولة جديدة، أنكيتا وتسديد، تصطدم الكرة وركلة ركنية. إنكولو عملية فدائية بشكل جيد جدا في التأمين في اللقطة الأخيرة. شوف هنا فيرمينيو ممتازة جدا، التسلل غير موجود، فيرمينيو 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 على الأرض، سهلة جدا تفوت وتعدي الكرة، واقف على كورتو، تتلعب الكرة على القائم القريب، تفوت وتعدي ولكن ممتازة جدا من أقصى الجانب الأيسر، الجانب الأيمن، وعلى العرضية ملعوبة تفوت وتعدي. توماس في اللقطة الأخيرة من مارسيلي، تتلعب الكرة من جديد، مارسيلي لقب دوري يتمناه جماهير نادي الأنفيلد، صلاح من جديد، بصني يستلم كورتو، ماني ماني يفوت ويعدي، ماني فضل الحل الفردي، وقف على كورتو، عرضية هدف، ألكسندر يلعب الكرة على القائم القريب، تفوت وتعدي الكرة من جديد، ولكن ينتهي جيد أمام نابولي على فكرة، غلط غلطتين ثلاثة خطيرين، وأمام تورينو تشامبرلين في الموسم الماضي، شاكيري يستطيع أن يقدم شيء مختلف في الأمام، وتسديدة من بعيد الآن جديدة، تسديدة جديدة، نعم جونز متقدم واخد ثقة أكثر، جونز لسه لاعب شاب صغير، كل الأسماء دي هتفيد، هتفيد فين؟ اف اي كاب بالنسخة الألمانية. ألكسندر ماضي الموسم اللي قبله لا كان عصي، ما كانش بهذه السهولة، شوف هنا التبرير من خلف المدافعين، ماشي تحرك بشكل جيد، تحرك بشكل ممتاز، إنجز والتحرك في اللقطة الأخيرة، كل دول بدلاء بشكل جيد، لكن المركب هيكون عامل ازاي في احتسابته اللي قدمها حتى الان في ليفربول بالمصاريف اللي صرفها، يجب ان ياتي لقب. ريمر يلعب كورتو من جديد على القائم البعيد، ورينكون يستلم كورتو، العرضيه في الانتظار، تتلعب الكره على القائم البعيد، تفوت وتعدي. هنا في حماس اكثر من اللاعبين المتواجدين من نادي ليفربول، يعني تماما انهم عايزين يثبتوا نفسهم اكثر واكثر، مفيش حد مستريح، مفيش حد تحس ان يعني كان في تم صفقه النادي برشلونه، فيليبس هنا ودخول بشكل قوي جدا، بيلوتي يسقط على ارضيه الملعب نادي برشلونه ايام انتو، وقدم شاكيري عليه انه يسعى انه يغير من فكره شويه، شاكيري منتخب سويسرا يعتمد عليه اعتماد كلي، لكن المنظومه ادم لانانا بتلعب الكوره مقطوع على مرتين، كاس العالم ده التغيير في كره القدم، دي الاختلافات في كره القدم، هنا محاوله جديده بتسديده من ستوريج، ما ينفعش الكرات تضيع، ستوريج وهو بيستلم بيلف ويعدل امامه الزاويه، دي كانت المفروض تبقى في المرمى، دي انجز كان قريب جدا من احراز هدف ثالث في احداث هذا اللقاء. شوف شاكيري، شاكيري اللي احرز هدف في اللقاء الاول مع نادي ليفربول بمقاصيه رائعه، لقاء اليوم يشارك في احداث اللقاء ككل منذ بدايه احداث الشوط الثاني، ما دخلش منطقه الجزاء. الجانرز وتواجد مع نادي ليفربول، شاكيري يلعب الكره في العمق، محاوله استلام بدوران، ولكن لعبه صلاح، احنا مش بنعمل كوبي بيست للخطه اللي قبليها، احنا بنلعب بفكر تاني خالص. المشكله الان المساحات الشاغره في خط الظهر، هي نفس المشكله، اختلفت الخطه، اختلفت الاسماء، ونفس المشكله، الهجمات المرتده السريعه هو اكبر تهديد على نادي ليفربول. وضع طبيعي على فكره، ده وضع طبيعي لما بتلعب بالاجنحه بتاعتك كلها طالعه لقدام، نعم كده كمان، شوف التمريره، روبنسون، روبنسون عرضيه على الارض حلوه، روبنسون كذا هدف ياتي لمحمد صلاح، شبه شاكير بتاتي من فتره للتانيه، على طول كده تلاقي واحد زي ثلاث حراس مرمى منهم كيريس بيدعمه بيقول له اخرج من اللي انت فيه، هدف في احداث هذا الشوط، يحتاج ستوريج لهدف ولكن بعيد، ستوريج يبحث عن وجود شيء لتاني مرة، ستوريج يلعب كورة ما يكونش مقتنع بيها، الباصة الثانية ملعوبة، ستوريج يصل للكرة الأخيرة ولكن مقطوعة، ربع ساعة الأولى 17 هدف، اللي بعدها 16، اللي بعدها 16، أداء مرتفع جدا، إنك أنت تاخد الشامبيونز ليج
ولا تسديده هنا من ستورج جديده. ستورج يحاول انه يخطف عين سيريجون يقطع الكره لشاكيري. شاكيري من جديد، شاكيري شاكيري يلعب شيب باص حلوه. شاكيري 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 ستورج اخيرا في رابع محاوله، وشاكيري له الفضل الابرز. نعم تحرك هادئ جدا، هو ده شاكيري، هو ده شاكيري. وضع الكره لستورج، اعطى الثقه لستورج، وضع شاكيري اقدامه بشكل قوي جدا، بوجوده يصنع الفارق. نعم تخلى